قبل بداية المظاهرة وتجمع الأهالي في ساحة الحرية، هناك عمل على الملازم أول بكر المصطفى وعناصره تنفيذه. يقوم بنشر عناصره في أماكن عدة قريبة من حواجز جيش النظام، مهمتها حماية المظاهرة وصد أي هجوم مفاجئ. مر وقت طويل ولم يتعرض المتظاهرون لهجوم من قبل الجيش، لكن على الملازم بكر أخذ الحيطة كاملة، فأي خطأ يمكن أن يعرض حياة المدنيين للخطر. كل شر وسوء أنت ولي الصالحين. مثل ما راك ملاحظ يعني مظاهرة سلمية، لا فيها تخريب، لا فيها عناصر مسلحة ولا فيها أي شيء، ولذلك نحن مهمتنا هون حماية هالناس الشعب الأعزل من أي قصف أو أي تدمير من هذه العصابات الأسدية. ما أن تنتهي الصلاة حتى تبدأ التكبيرات معلنة بداية مظاهرة يوم الجمعة التي أطلق عليها أتى أمر الله فلا تستعجلون، ذلك للتحفيز على اقتراب النصر. تنطلق أهازيج الحرية وشعارات الثورة، تبدأ الحناجر بالصياح والأيادي بالتصفيق، وبين هتافات المتظاهرين وأهازيجهم تلوح وجوه صامتة تقف خلف كاميرات صغيرة مخصصة للهواة. تقوم هذه الكاميرات بعمل رائع في ظل غياب الإعلام المعبر عن مطالبهم وطموحهم. بعد تصوير المظاهرة يقوم هذا الشاب بتوثيقها وبثها عبر مواقع الإنترنت لتتلقفها وسائل الإعلام العربية والعالمية ونقلها إلى العالم أجمع. أخذنا عاتق وعمل بهذه الثورة هو تصوير المقاطع وإرسالها، وهي شغلتنا من بداية هاي الثورة. تعاني المكاتب الإعلامية في مدينة القصير من نقص في أجهزة الاتصالات والتي تمكنهم من التواصل مع العالم الخارجي في ظل انقطاع شبه دائم لشبكات الاتصالات السورية لكل من الهاتف والإنترنت. العمل كان فردي، بعد فترة تعرفت الناشطين على بعض، فكان هالمركز هذا نتاج تجمع عدة ناشطين والتي كانت النتيجة فيها هادي العبد الله هو أحد الناشطين المعروفين عن محافظة حمص، اعتاد الظهور على شاشات التلفاز لنقل الأخبار والأحداث التي تعجز الكاميرات عن إيصالها. حقيقة أنا ما كنت متوقع أني أوصل لهون، يعني على أساس أنه بدأت مع القنوات اللي كانت مع الثورة، يعني أو أوصل يعني مداخلة بالأسبوع، لقيت حالي يعني قدام مسؤولية كبيرة. أول شيء أنه كل المحطات ووكالات الأنباء العربية والعالمية، العربية والأجنبية عم يدقوا لي ويحكوا معي. الصعوبات حقيقة يعني أهم شيء هو خوفي على أهلي، يعني أنا بالأصل كنت مشرد، يعني صار لي لهلأ باللحظة اللي عم حكيك فيها صار لي أكثر من 6 شهور ما شفت أهلي. بين كل جمعة وأخرى تسير المظاهرات إلى خطى أفضل من ناحية التنظيم ليكون أقرب إلى كرنفال يواكب الثورة ومراحلها المتعددة. هنا يقوم منظمو المظاهرة بأداء تمثيلية تسخر من عمل المبعوثين الأمميين، فهم بالنسبة لهم مجرد خدعة جديدة تشبه إلى حد كبير سابقتها العربية، ولكن هذه المرة بصبغة دولية. يقولون أن النصر لن يأتي بدعم دولي، لكنهم على يقين بأنه آت وقريب. تلفزيون أورينت نيوز، إبراهيم مهنا، مدينة القصير، حمص.